يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا في برنامجكم تامر هندي. انا وفراس اليوم موجودين في شارع صلاح الدين، قدسنا الحبيبه، اكيد القدس العاصمه. احنا موجودين في القدس العاصمه اليوم، والاجواء كثير حلوه والحمد لله انها الدنيا براد يعني. ولا شو رايك فراس؟ طقس حلو، اجواء حلوه والناس حلوين، القدس حلوه. افطرت منيح؟ قدس رائع. افطرنا مكلوبه صح؟ مكلوبه. شكرا لحجازي طبعا، بدي تحيه. شكرا له. يلا خليكم معنا، تعال. تعرف عليكي؟ ضحى. ضحى ايش؟ ضحى سعيد. ضحى سعيد؟ من وين يا ضحى؟ من القدس. من القدس، القدس نفسها يعني؟ من البلدة. من البلدة. كيف شايف؟ القديمة. البلدة القديمة. في المفطر. كيف شايف الأجواء بشارع صلاح الدين؟ حلوة؟ حلوة كثير. شو طلعت تشتري أوائل العيد؟ مع أهلك؟ كيف شو أفطرت اليوم؟ اليوم فاصوليا بيضاء. لا الحمد لله متذكرة يا فراس. هذا والله ما بحب الفاصوليا البيضاء. ما بتحبها؟ ولا البامية. ولا البامية؟ بس بدي نسألك ايش بتحب؟ سلمى مش من الشعب. طيب بدي اسألك سؤال. سألتي عن أوائل العيد قديش تشتري؟ 100 ولا 200 ولا 300 ولا شو الميزانية بالضبط؟ لا بعرفش. قديش ميزانيتك يعني على العيد؟ اللي بيعجبك تشتري مش مهم صح؟ كل عيد كل عيد قديش بتشتري؟ ما بعرفش. يعني 500؟ هيك شيء. أنا بشتري فيهم 5 عيار. 5 عيار بشتري فيهم. طيب بدي اسالك سؤال، لو جاوبتي عليه صح تربحي معي حساب تصوير ب $500 مقدم بنك فلسطين، بنك الوطني الاول. تمام. تطلع الهدية ببلوشة يعني. اول من سمى القران بالمصحف. بالمصحف. قديش بتجيبي في الدين في المدرسه؟ شاطره. شكلها بتكمل، شكلها شكلها بتحمر الشهاده. لا لا بتحمرها. لا بحمرها. طيب شو سهل احكي، ما عندك اي حكاية؟ ابو بكر. ابو بكر. ابو بكر. تفضلي معها. تقابلينها؟ جارتي. فضلت سائل ان شاء الله. جارتك. ردي عليها، بتردي عليها. ابو بكر. ابو بكر. ابو بكر شو؟ الصديق. تعرفي ابو بكر الصديق؟ والله مرضى. عم تعرفيه معرفة شخصية؟ ما بدك تغيري؟ لا. بقدر؟ مبروك ربحت شكل. خلص ردي عليه وقول لك مبروك. ايش ربحت؟ شكلها ونص. والله انا فكره. لا يربح معنا 100 دولار وقدم بنك فلسطين بنك الوطني الاول. تبي تفكر من البنك؟ يسلمك. كل عام وانت بخير. يسلمك برضه. بدك طمر؟ جارتها. لا جارتك اعطيه الطمر. نص نص سموها. علاء الشويش. اهلا فيك وكل عيلة الشويش. انا صاحبتي من دار الشويش. كيف شايف الاجواء في رمضان؟ تمام ان شاء الله. تمام والزينه والضواء وكله تمام الحمد لله. مستعدين للعيد ان شاء الله. بتحب فراس حبيبي؟ طبعا كيف مش زي شف ومشى شيء طبعا الحمد لله تمام ظبط ونخليهم يرضوا عنا ان شاء الله. كعزم المدام يعني كل ما فيها يتشرب وجه بالله. هذا اللي في الدور وقبل نتلفلفين شايف. طيب بدي اسالك سؤال، لو جاوبت عليه صح تروح معي حساب توفير بقيمه $100 مقدم بنك فلسطين بنك الوطني الاول. تمام. كم مره تهز الذبابه جناحيها في الثانيه؟ ذبابه تي لا 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 لا. كم مره الثانيه؟ برضه انا مش عارف. غششينا. هالقد مرات بس هكا؟ لا ما عندك اجابه؟ اعطيني اي رقم، اعطيني رقم. 1000 مره. قد ايه؟ 1000. 1000 كثير. 1000 الذبابة بتبكى يعني حلكت. 10 مرات. ما بتضايقك؟ ما بتضايقك لما تيجي فوق راسك هيك ضل بتضلها طول النهار؟ الكوبتر تبكي كان. 50. كم مرة بتهز الدبابة؟ لا ما بقرا اجابات. 40. 50 مرة. تعالوا ايش بدك معنا؟ تامر هندي مقدم بنك فلسطين والبنك الوطني الاول. كل عام وانتم بخير، عاد عليك. مرحبا.
اهلا. عرفتيني؟ مين حضرتك يعني؟ خلاص طمر هندي. اهلا وسهلا. طيب دينيني بوزه. هلا ادينك بوزه؟ لما كنت عندك كرم الله انا ما رضيت تعطيني باللون بدين. طب فيش مجال يعني؟ لا ما في مجال. طب مشاهدينا فاصل صغير وراجعين اساس نحل الموضوع. استنونا. بطاقاتنا تكافئكم أكثر. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. الله نتعرف عليك. سعيد عجلون. سعيد حارة السعدية. سعيد. سعيد من حارة السعدية. أنت طاير من الفرحة. سريع الطرف. شر. قد ايه عمرك يا سعيد؟ 12. ناسي شو افطرت؟ شو افطرت؟ همبرجر. همبرجر؟ فطور يا زلمة. الشطر. طيب بسألك سؤال، لو جاوبت عليه صح تربح معي حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين. بنك الوطني الأول. تمام؟ كم مرة تهز الذبابة جناحيها في الثانية؟ 30 مرة. ورغير. عدت لها يعني عدت لها أنت؟ 32. مش 3000، أقول لك مش 5. 320 مرة. عدي؟ 120 مرة. 320؟ أجت الإجابة هي. ما هي طارت الإجابة. طارت هيك. خلاص أصريت عليها؟ 320؟ عديتهم؟ آه. كيف آه؟ كيف بلشت 30 وما كيف يزد 25؟ يعني أنت بس ماشي بدك تاخذ من كيف آه يعني؟ طب ايش تعالي تعالي شو مش قلت لي جبتي مين اللي جاوب تعالي انا الجواب ينبت على طول او بعد ما جاوبتك ايش اسمك دارين عجدون دارين عجدون خلاص مش بقى خلاص 50 خلاص عيدها عندي فكره يلا فعندي فكره امزحهم من لا 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 يا اخي بيعها ب 50 شيكل بتاخذ 200 وتعطيني اياها لا لا خلص اسمع جد جد الف مبروك ربحت معنا 100 دولار حساب توفير مقدم بنك فلسطين إلو إلها طبعاً إلو إلها تعطيها 20 شيكل ما تقبل أقل من 50 دولار كل عام وأنتم بخير نعاد عليكم رزان نصار رزان نصار أختها منى منى عشت أسامي كيفكم كيف شايفين الأجواء في رمضان الحمد لله تمام والله حلوة وكل شيء حلو حلوة إيش لازم تشتروا على العيد إن شاء الله لقيتوا إشي ولا لسه لسه عم ندور يعني بداية المشوار لسه بداية النزلة بداية النزلة إيش أفطرتوا اليوم اليوم أفطرنا مقلوبة مقلوبة وإحنا أنا وفراس كنا مقلوبة صح مقلوبة والله صح ركبت بس صح مقلوبتنا أسكي رح يضرب علينا تروح تجرب نيجي بكره يلا اهلا وسهلا بشيلش حدا طيب بسالكم سؤال لو جاوبت عليه صح تربحوا معي حساب توفير بقيمه 100 دولار مقدم بنك فلسطين الوطني الاول جاهزين ان شاء الله اكيد طيب ماذا يسمى الغشاء الشفاف الذي يغطي العين احكي غشاء شفاف يعني اسم متداول الكل بيحكي عنه دائما بتحكي لك اسم علمي معروف يعني تعرفي انت صحيه لا بس بس بدل عدرجك بدل انا شيء طيب حرام الرز بس طبقه الامتحان لا شفاف لا بس نسيته وانا كمان بس العلم خلص بيطلعوا المدارس بنسوا العلم مش القزحيه اسم ثاني قرنية العين أو قرنية أو الشبكية قرنية ولا شبكية؟ قرنية قرنية تتفق معها؟ ما أنتم أكلين مقلوبة يعني لازم قرنية قرنية العين فمين رح تفوز فيكم أنت ولا هي؟ لا أنا قرنية 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 والله مبدئية تتسموها؟ قرنية أكيد؟ أختي فراس إيش ربحتم أنت؟ أنا شخصياً طمر هندي مقدم بنك فلسطين البنك الوطني الاول شو بدك تعطيني انت؟ انا بعطيهم 100 دولار
شكرا. كل عام وانت بخير. ينعاد عليكم. تحب تحكي لنا كلمة للبنك؟ شكرا لكم للمسابقة الحلوة هاي، وهي فعاليات حلوة كتير في رمضان تصير يعني بين الناس، يعني هيك تعمل فعالية. صحيح. جو حلو. شكرا. كل عام وانت بخير. ينعاد عليكم ان شاء الله. الناس بترجع ورا جمع المال بشدة، والهم ورانا تراجع مطايا، وأيام نتجنبنا حتى يسعدنا، والرابح اللي يقول ما مشى لله، حب الطمع يبقى لو كثر مدة، وحب فلسطين يبقى على أساس مبنى. ملا يعدك ضفل له لا تعدى، ملا يعدك ضفل له لا تعدى، كان عندك رأس مال لا تبين خطايا، واعرف صديقك من عدوك، ودو رفيفك بساعة غيل الكوت. يا طير يلي ليك الحبايب تناحي، يا طير يلي ليك الحبايب جناحي، أنا لي صاحب بهذيك الديرة بلغ سلامي، اللي انجلس بالمجلس زهرة البيت لما مشى بالليل نور الظلام. تعرف عليك؟ إبراهيم حسن الزيوسي. من وين يا أستاذ إبراهيم؟ من القدس القديمة. القدس القديمة؟ نعم. هلا أنا وفي راس كنا بالقدس. أهلا وسهلا. كنا في البلدة القديمة فرنا. نعم حي الواد. مشكورين. كيف شايف الأجواء برمضان؟ حلوة؟ والله حلوة بالصلاة على محمد. على الصلاة والسلام. بتصلي التراويح بالأقصى ولا؟ نعم نصليها. زاك التمر؟ والله التمر نشوفه. شوف. مقدم بنك فلسطين، بنك الوطني الأول. هذا عن روح أبو عمار. الله يرحمه أبو عمار. فات عن روحه. طيب. الله أجركم أحد. شكرا الله سعيد. لا أسألك سؤال، لو جاوبت عليه صح تربح معي حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين. بنك الوطني الأول. شد حيلك يلا. يا الله. عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان. مبلغ. والله كذا مبلغ عن جد. والله قصة. يلا نبلش نعد. اعطيني إجابة. 24. عد 260 عظمة. خلينا نسمع شوي. اسمع أديه؟ 360 عظمة. 360 عظمة؟ 206 عظمة. بس ما كسرش معنا. ربح معنا كاس التمر مقدم بنك فلسطين بنك وطني والروح ابو عمار. كل عام وانت بخير. تعرف عليك؟ سليم السمام من القدس. سليم السمام. مين سليم؟ مش عارف. مين سليم؟ شفتها؟ من حجكت على الكاميرات وين ما نمشي مين سليم؟ مين سليم؟ كلهم بيسألوا عني. وطلعت انت؟ انا طلعت الاول. خيو سليم. سليم السمان من القدس. من القدس نفسه ولا ساكن؟ وين ساكن؟ شوفاط. شوفاط؟ نعم. يلا الخير والبركة. هيا شوفاط. الله يعزك. طب ناوي تحلينا بعد ما تفوز ولا لا؟ أكيد إن شاء الله إذا بنقدر إذا بنفوز يعني. أكيد. إن شاء الله. شو بدك تتحلى؟ إيش رأيك أنت؟ شو؟ الكاميرا. إيش ما بدك؟ اسمع إحنا بندخل على المحل. خلينا خلي تعرف عنده عند محل هو يعني. سمان يا زلمة. الله تعصفنا يا أختي. أشهر من نار العالم السمان. ربحت أو ما ربحتنا نتحلى. يا عم لعيونك. يلا. يلا. طيب بدي أسألك سؤال، لو جاوبت عليه صح تربح معي حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين. بنك الوطني الأول. تمام. حيرك يا سليم. عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان. كم عظمة فيك أنت؟ فيك عظام؟ أنا والله كله عظم. كم عظمة؟ كم عظمة فيك؟ يعني خبرتي انا 206 عظمات. خبرتك؟ نعم انا 210. انت طبعا ما زياده طالع. لا بس بسوي عمليه اكيد عشان يصير زي شو. لا 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 يعني 206. 206 نعم. جاوبت صح. اسمع اول شيء عشان نعدهم. خلاص اسمع وانا نعدهم على اسم شو. 100 دولار. 100 دولار الحلوان جاهز. ما فاز ولا خسر. كل عام وانت بخير. ينعاد عليكم. طبعا حساب توفير مقدم بنك فلسطين. بنك الوطني الاول. شايفه بنك فلسطين صح؟ ولا اسلخ لي اياها تحيه. الف تحيه لك ولبنك فلسطين. وانا؟ واكيد ياسمين كمان. كل عام وانت بخير. وانت بخير. الأجواء كانت كتير حلوة. أنا فراس كتير انبسطنا بشارع صلاح الدين. انبسطتك يا فراس؟ الله يرحمه. تمام؟ الوضع الوز حبيب قلبي. أعزائي المشاهدين، فراس نختم.
أعزائي المشاهدين بهيك تكون حلقتنا في شارع صلاح الدين. الأجواء كانت كتير حلوة وأنا وفراس كتير انبسطنا والكل كان معنا ربحان. صح ولا فراس؟ والله الحكمية لله انبسطنا بصلاح الدين وشارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين والناس الموجودين في شارع صلاح الدين. صح، والشوكولاتة اللي أكلتها مع الحاج منور برضه. الله عليك، كل عام الشوكولاتة رائعة والكوكتيل البوظة اللي حسابك وكل شيء. خلص أوكي تمام. بحب أذكركم مشاهدينا بحب أذكركم مشاهدينا بالإجابة على سؤالنا يومياً على صفحتنا الفلسطينية على الفيسبوك طيلة أيام الشهر الفضيل، والفائز يتم السحب عليه يومياً بجائزة بقيمة 100 دولار مقدمة من بنك فلسطين البنك الوطني. فتش فتش هاي استنونا.